حياكم الله مشاهدينا في برنامجنا كل يوم كشتة، بناخذكم بجولة. وهذا له أثر على تحولها إلى مواقع تصلح لحصاد الأمطار، لأنها أصلاً ترسيب نهري. قاعد يزيد 3 أمتار و8. راح نركز أكثر على شكل التضاريس وتنوع البيئات اللي فيه. حياكم الله معانا في برنامجنا كل يوم كشتة. حلقتنا اليوم راح ناخذها في أكثر من موقع. راح نبدي من هني بالسالمي في بداية وادي الباطن، ونتنقل لين نوصل للأبرق. خلكم معانا نتعرف على صخور الكونغلوميرات اللي هي جزء أساسي من تكوين الدبدبة. هذه منطقة الشقاية، ويبين فيها امتداد تكوين الدبدبة، وهذا له أثر على تحولها إلى مواقع تصلح لحصاد الأمطار، لأنها أصلاً ترسيب نهري ويتكون من رمل وحصى بأحجام مختلفة ومختلطة بدون ترتيب، ويختلف سمكة من مكان للثاني. تكوين الدبدبة وهو تكوين رسوبي يتخللها الحصى بأحجام مختلفة، وبعض الصخور النارية والمتحولة اللي لها ألوان مميزة فيها الأحمر والأصفر والبنفسجي وغيرها، وطبعاً رواسب ناعمة مثل الجبس والطين والرمل. إذا التحمت هذه الرواسب بكربونات الكالسيوم والجبس فانها تكون صخور الكونغلوميرات اللي لونها فاتح ضمن التكوينات الصخرية المعروفة باسم مجموعة الكويت. وتكوين الدبدبة عبارة عن رواسب نهرية مختلفة الأحجام، تتراوح أحجامها ما بين 0.5 سم إلى 20 سم تقريباً، من معادن الكوارتز والفلدسبار والقطع الصخرية وبعض المعادن الأخرى والرمال المفككة اللي انتقلت من مصادر مختلفة من شبه الجزيرة العربية، واللي انجرفت مع المياه في وادي الرمة ووادي الباطن منذ عصور البلايستوسين لما كان المناخ مطير. يحدث لهذه الرواسب تآكل ونحت في المناطق اللي تمر فيها إلى أن تدخل منطقة منخفضات واسعة، بعدها يقل الانحدار وتترسب. الحبيبات تراوحت أشكالها بين الشبه دائرية إلى الدائرية، وهذا يدل على أنها منقولة لمسافات طويلة ولعدة مرات بواسطة السيول والأنهار، بالإضافة إلى إسهام الرياح في نحتها. يحتوي تكوين الدبدبة في الطبقات السفلية من مجموعة الكويت على مياه جوفية عذبة، وهي عبارة عن مياه أمطار حديثة تجمعت في المنخفضات، وهي مكونة لحقل الروضتين وأم العيش والعبدلي والوفرة. بديت الموقع، أنا حالياً خبرة جرينز. المستنقعات الملحية من البيئات الغنية. تتعرض هذه المواقع. تكوين الدبدبة الذي هو أول طبقات من مجموعة الكويت لها قصة كبيرة جداً أو جميلة جداً، مثل ما نقول أن طبقات الدبدبة هذه أصلها من طبقات نجد والحجاز، الجبال الموجودة هناك. الواحد يعني يبي يتخيل شلون وصلت هذه الحبيبات اللي موجودة مكونة لها اللي هو الصلبوخ اللي احنا نعرفه إلى الكويت. طبعاً كان في أنهار كبيرة جداً تجري بذاك الزمان، وأتت بهذه الحبيبات
وخلال مرحلة النقل هذه اللي من نجد والحجاز إلى الكويت، هذه الحبيبات أصبحت ملساء وكروية وتعددت بالأحجام. طبعا ترسيبها كان هنا بالكويت على الحافة مع المحيط التسي اللي كان موجود بالسابق، وتكون عندنا تقريبا من 35 إلى 30 متر من طبقة الدبدبة. طبقة الدبدبة لا تحتوي أي نوع من المميزات الطبقية غير أنها يعني تحتوي على رواسب تعرف بصخور الكونغلوميرات، وهذه الرواسب طبعا التحمت بواسطة معدن الكالسايت والجبس في بعض الأماكن وعطتنا هذه الطبقة المميزة. طبقة الدبدبة أيضا تعرضت إلى عملية الإذابة بواسطة المياه الحمضية الخاصة الأمطار الحمضية التي سقطت وأدت إلى تفتت هذه الطبقة وتذريتها بواسطة الرياح. طبعا التذرية أدت إلى حمل جميع الرواسب الدقيقة من الرمل والطين اللي كان محمول مع هذه الحصى وترسب على شكل كثبان رملية وغيرها أسفل جال الزور، لكن الحصى تخلف على خاصة على أسطح جال الزور وعطانا ما يعرف بالحصى المتبقي على سطح الأرض مكونا مثل ما يعرف بالرصيف الحصوي، وهذا الرصيف الحصوي مميز جدا لبعض المناطق الشمالية عندنا بسبب عملية التذرية. بعد ما شفنا صخور الكونغلوميرات الرسوبية في تكوين الدبدبة، نشوف هني الحصى الملون والجلاميد اللي تغطي التربة في المنطقة، وهذه الصخور هي صخور نارية ومتحولة بس مصدرها مو من الكويت، هي صخور صلبة قاومت وانتقلت مع السيول من الجبال في المملكة العربية السعودية، ونشوف ونلاحظ أحجام مختلفة وأنواع مختلفة حسب مناطقها. رحلة طويلة نهايتها شط العرب. كانت هذه حلقتنا اليوم، شوفكم بحلقة جديدة مع كشتة جديدة.